دزان الأقرب منكم في رمضان. جار مجرور مقالب الكاميرا الخفية تعود لتوقع المشاهير في شباكها. هي طوموبيلة مقلوبة تفرقع على شي حاجة. أنا في حالها أول مرة في حياتي أحسها، أنا مش مصدق اللي أنا شايفه. ولي مالك خلاص أخيك مشات وقتها بلا مشارك العقل. مالك على هاد الفتنة كاملة وهاد الروينة. كنزة في الدوار تنتقل من المدينة إلى هدوء البادية وعفوية أهلها. كنزة تكتشف وجهاً آخر للحياة فيه قيم إنسانية نسيتها وسط صخب المدينة. هادو حمق كلهم حمق تحك عليا تصبحي مكروفة. جو مخيفاش على راسك؟ ما نقدرش ندخل الحنش اللي غادي يخرجنا من ديور جدودنا. المخزن لا قال الكلمة راه ما طيحش كلمة الأرض. بيت ربعة ديال كرعين. كرعين؟ إيه. ليش بغيتي؟ كيفاش ليش بغيت؟ ما خويا شفت نصور حدا ما تصبح ضربت ليا في راسي قلت نمشي ربعة ديال كرعين نصور حدا. تتنزع الوقت لا؟ آه اختي كنزة بغيت نسولك على داك الديسك ديال الزرقاء مونامور ياك ديال عبد الحليم حافظ. تي سكتيش من عبد الحليم حافظ هي داير ما كتعرفش هذا النوع ديال الاغنيه هذاك. كان عارف حبيبه كان عارف الزرقاء مونامور وكان عارف الطريقه اللي سويه ديال لالي وبجوجهم ديال الشاب خالد وكان عارف حتى التوكات المغربي حق جر هذا هذا كتعرف حق جر هذا هذا. سميه والكنيه كبور بناني سميش الكوبل. بعد نجاح النسخة الأولى يعود حسن الفد ودنيا بوتازوت بمستملحات جديدة ترسم الابتسامة على محيا مشاهدي دوزام في أمسيات رمضان. مكينش مامن مكينش انت عمري. زينة هي الفتاة التي تعشق الفن لكن ليس لحلمها صدى في واقعها. قنبلة الموسم شاخ شاخ بنات المتبتة في الحصنة تعطاهم الله وتتابع ليا هذيك خيتها بغات تولي شيخة ولا ما عرفت. ويلي أم كلثوم كضرب الشفاف على قلبها حشومة. ما بقات عندي بنت لالا. شتيها طبها لي ديالك هو اللي غيطرطق ليا المرارة. دايرة ليا فيها انسجام. قلبك باقي مقصوح من جهتي راه دازت 5 سنين وترجع تجيب ليا فلوسي ولا راه غادي نكملوا لك ديك الزواقة اللي بديناها. وانا عييت من القارة والحقرة اللي جا كيمسح فيا رجليه. يسحب لك هذوك اللي وسوخة وسهلة. انت باغي تاخذي لي ضربة ديالها كاملين؟ وترى الدريع مات في البصيرة روكي. انا اعتزلت الغرام. دوزان الأقرب منكم في رمضان. دوزان تجمعنا. رمضان كريم.